البنات كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هذه 8 ديال الصباح، الجو زوين. المهم غنمشيو نفطروا ومن بعد غادي نخرجوا نكتشفوا بعض الاماكن في مدينه اكادير. المهم خليكم معايا حتى الاخر باش نكتشفوا مع بعض. قبل ما ننسى، اللي عندها اي اقتراح على نوع الفيديوهات اللي كيعجبوكم، اللي كانوا كيعجبوكم لي فلوغ قولهم ليا، كانوا كيعجبوكم هكا فيديوهات ديال الدار قولهم ليا، اي حاجه عجبتكم. مهم اي اقتراح او سؤال خلي ليا في كومونتير، ولا عجبك هاد لا فيديو ديري ليه جيم، وما تنسيش تشتركي بالضغط على زر الاشتراك. صابوني، يلا ما نكترش عليكم وخليكم معايا حتى الاخر. حنا وصلنا للبلاصه اللي قلت لكم غادي نمشيو ليها جميع، اللي هي حديقه التماسيح كروكو بارك اللي معروفه في اكادير.
البنات، واحد النقطه بغيت نوضحها بالنسبه للحديقه التماسيح اللي كنا فيها كروكو بارك. فيها بزاف ديال المرافق اللي ممكن يحتاجها الانسان باش يدوز لا جورني ديالو تما، بحال مسجد صغير فين يصليو الناس، كاين لي تواليت، كاين ان ريستورون فين تغداو الناس وقهوه، وكاين واحد لاسباس للدراري الصغار فيه هكا لي جو فين يلعبوا الوليدات، كاينين كيديروا ليهم لي زاكتيفيتي، كيجمعوا الوليدات وكيديروا ليهم هكا لا بانتور، كارتون لا بانتور، كيديروا ليهم لا باتا مودلي، كيلعبوا شويه تما. المهم كاينين شي حوايج اللي ممكن دوزي لا جورني ديالك كامله بلا ما تملي، نهار كامل ديالك بلا ما تملي.
الجمال اللي نسمعها راح نأثر فيا انت وحدك ليه.